السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء ومتابعين قناة اربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح ايردروب خاص بعملة دوج كوين برايفت. الايردروب هيديني 1000 من العملة. الايردروب بصادق، وأنا وصلني قبل كده منه رصيد برضو 1000 من العملة على المحفظة بتاعتي على منصة التري. طريقة التسجيل في الايردروب كالآتي: هنيجي هنا أول مهمة معانا، مهمة تويتر. هتعمل فولو لأول 4 صفحات للأربع صفحات دولت، تمام. وهتيجي هنا تشترك في الجروب لتليجرام، لأربع جروبات ده تشترك فيهم. يبقى كده خلصنا أول مهمتين. هنيجي المهمة التالتة، عندنا اختيار من الاختيارين، لما تشترك في برنامج الشات اللي هو في التلات جروبات دولت برضو اللي هو ديسكارد، لإما تعمل فولو على الفيسبوك لـ3 صفحات دولت. أنا اخترت الفيسبوك. هنيجي لطريقة التسجيل. أول حاجة المحفظة، المحفظة بنجيبها من هنا، هتسجل في منصة التري. لو مش مسجل فيها هتلاقيني سايب لك رابط التسجيل تحت في الشرح تحت الفيديو. بعد ما تسجل في المنصة هتخش على كلمة بلانس، تمام. ده رصيدي على فكرة يا جماعة، أنا العملة قبل كده وصلني منها قبل كده رصيد كذا مرة، وصلني 500 في 500 في أول ايردروب ليهم. دلوقتي احنا مثلا هتكتب اسم العملة هنا اللي هي دي او جي بي، هتظهر معاك. هتيجي هنا كليك كاش، مع تيجي هنا تدوس على المكان ده تقول له دبست، تنسخ العنوان. اهو نرجع تاني للفورم. هنا هتكمل بقى بياناتك العادية، اليوزر بتاعك على تويتر بعد ما تكون نفذت المهام اللي هي المتابعة، اليوزر بتاعك على التليجرام بعد ما تشترك في الـ4 جروبات، وهنا اللي هي المهمة التالتة اللي قلنا الفيسبوك، تقول له يس وتحط له رابط البروفايل بتاعك على الفيسبوك والايميل بتاعك. وبكده يكون انتهى الايردروب. اتمنى يا رب يكون عجبكم الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.